نتجه الآن إلى السويد لنستمع إلى تلاوة المتسابق محمد صالح هيثم غضبان، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد صالح هيثم غضبان من السويد، سأقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. إذن المتسابق محمد صالح هيثم غضبان من السويد، تعليقكم شيخنا. بارك الله فيك يا ابني محمد، ما شاء الله. والله يعني يفرح الإنسان لما يرى هؤلاء الناشئة ينشأون في تلك البلاد النائية وقد حافظوا على دينهم وعلى إيمانهم وتعلموا كتاب الله عز وجل ولم تجرفهم تيارات الشهوات. والله نعمة. الله يفتح عليك يا محمد، خليك مع القرآن طول عمرك يا ابني، الله يرضى عليك. إن لم تكن حافظا فاستمر في الحفظ إلى أن تحفظ، وأنت تدربت لا شك، يعني اللي دربوك الله يجزيهم الخير، تدربت أنت على تلاوة القرآن وأتقنت. بس إلي عندك رجاء، الجيم في الرجيم، حرف الجيم في الرجيم قوي. الرجيم، 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 حرف قوي انفجاري الجيم. له ما في السماوات وما في الأرض، ضي الضي بدك تقوي الضاد، له جل جلاله، له ما في السماوات وما في الأرض، ضي 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 من حافتي اللسان، ضي قوية، حرف الضاد قوي جدا، فقوي الضاد أكثر من التي نطقتها، واستمر إن لم تكن حافظا فاستمر في حفظ القرآن. وأسأل الله أن يحميك ويحمي شباب المسلمين في كل البلاد، اللهم آمين آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا الكريم.